وقال رئيس ديوان المراقبة العامة دكتور حسام العنقري أن هذه المذكرة ستساعد على العمل بشكل مؤسسي مع الجانب الإماراتي لتعزيز التعاون المشترك القائم منذ عقود. هذه الاتفاقية ستسهم في أن نعمل بشكل مؤسسي مع شقيقنا ديوان المحاسبة الإماراتي لتعزيز وتأصيل التعاون المشترك والذي هو قائم بالفعل على مدار العقود السابقة. احنا سعداء اليوم بتشريف معالي الأخ الدكتور حارب العميمي وأيضا توقيع هذه الاتفاقية، ومؤملين بإذن الله أن تعود بالخير الكبير على كلا الجهازين.